الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللهم صلي وسلم وبارك على نور النور الأصفى وسر السر الأوفى عبدك وحبيبك المخاطب من حضرتك بلسان منتك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم به فاغفر لنا، اللهم به فأتم نعمتك علينا، اللهم به فاهدنا صراطك المستقيم، اللهم به فانصرنا نصرك العزيز. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، صلاةً وسلامًا تخرجنا بها من دائرة الظلمة إلى دائرة النور، ومن ساحة المعصية إلى ساحة الطاعة، ومن أرض الشقاوة إلى أرض السعادة، ومن سقف البغضة إلى سقف المحبة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاةً وسلامًا تقلِّب فيها شؤوننا حتى تطورنا في معاني صلتنا به صلى الله عليه وآله وسلم، لنشهده في كل لمحة ونشهده في كل خطرة. وأنت الذي قلت سبحانك: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. لا يوجد أحد من الحاضرين في هذا المجمع إلا وفيه ذرة من هذا النور المحمدي، لكن كما يقول يعني أهل المنطق يقع التشاكك ويقع في بعض الأحيان ظهور وخفاء، فمن الناس من يظهر في هذا النور، ومن الناس من يخفى في هذا النور، ومنهم من يشف في هذا النور، ومنهم من يعظم فيه النور. وعلى قدر هذا النور في داخل الإنسان على قدر مقام هذا الإنسان عند الديان سبحانه وتعالى. القاعدة المقررة عند أهل الذوق: مقامك عند الله على حسب مقام النبي فيك، لأنه ما من محبوب أعظم عند الله من رسول الله محمد، ولا من مخطوب أكرم عند الله من سيدنا محمد. فأعظم المزاج مزاجه، وأعظم الهم همه، وأعظم المهمة مهمته، وأعظم العمل عمله، وأعظم الشان شانه، وأعظم الحال حاله. وكل ما فيه الناس من كمالات إنما نهايتها إلى سيدنا ومولانا محمد. وأنت في هذا الوجود في مركز العالم أو في محيطه، إنما يقع تكونك وتصورك عند الحق سبحانه وتعالى بحسب سيدنا محمد فيك صلى الله عليه وآله وسلم. وشاهد هذا في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما معنى أن الله يحبك إذا اتبعت رسول الله؟ أي أنك إذا ملأت جوارحك وملأت سمعك وملأت بصرك وملأت ذاتك من روح المتابعة ونور المتابعة وسر المتابعة ورشح المتابعة ومزج المتابعة وفيض المتابعة وكمال المتابعة، فإنك تصبح تمتلئ بالمحمدية. يصبح صلاتك صلاة محمدي، يصبح صيامك صيام محمدي، تصبح دعوتك دعوة محمدي، يصبح كلامك كلام محمدي، يصبح نظرك نظر محمدي، يصبح سمعك سمع محمدي الذي يراك كأنما يرى سيدنا محمد. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا جعفر ذو الجناحين غريب أهل البيت الذي جلس في الحبشة 15 سنة، ثم رجع إلى المدينة في سنة سمي بأبو المساكين، خرج إلى مؤتة وتوفي هنا في البلاد، سيدنا جعفر الطيار ذو الجناحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. صورة مثال عن صورة سيدنا ومولانا محمد. وهكذا فإن كل من وقعت له هذه العطية من هذه الصورة التي سمعنا ذكرها في الإنشاد، هذه الصورة الكاملة، هذه الذات المشرفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الذوات التي تكتنز وتشرب وتستقي هذا النور والسر من ذات سيدنا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يرفعها، الله سبحانه وتعالى ينادي بمحبتها، الله سبحانه وتعالى يرفع قدرها، الله سبحانه وتعالى يجزل مثوبتها. اسمعوا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسند: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وفي رواية 70 شهيد، وفي رواية 100 شهيد، لكن الأعجب في رواية الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحياني.
من أحيا سنتي فقد أحياني. انظر إلى سر هذه الحياة النبوية، إذا تخللت جثمانيتك، إذا تخللت ذاتك، فأصبحت حيا برسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنحن وإياكم الليلة اجتمعنا على هذا المعنى الكبير، اجتمعنا على هذا المعنى الشريف، اجتمعنا على هذا المعنى الرفيع، من أن ندرك أن شرفنا وأن عزنا وأن كمالنا وأن ارتقاءنا وأن هنانا في الدنيا والبرزخ والآخرة إنما هو بقربنا من سيدنا رسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ما معنى أولى الناس به؟ ما معنى أولى الناس به؟ لولا أنه المقدم في عرصات القيامة والمجمل في ساحات القيامة لما ذكر هذا صلى الله عليه وسلم، جعل القرب من منزله أقرب المجالس. قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، في رواية: أكثركم علي صلاة. لولا فضيلة القرب منه في القيامة لا يذكر لك هذا المعنى، لولا شرف توليه في أرض المحشر لما ذكر لك هذا الخبر، لكنه يدلك على الوسائل التي تنال بها القرب منه حسا ومعنى. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي أن يطوي المسافة بيننا وبين سيدنا رسول الله، وأن يحنن علينا روحه الشريفة، وأن يعطف علينا قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شرف الدنيا، شرف الدنيا وشرف الآخرة هو في هذا القرب من ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعيش الإنسان وهو يتقرب إلى الله بهذا القرب، وهو يتنفس في هذه الحياة بمعين هذا الشرب، لأنه أصبح قريبا من سيدنا ومولانا رسول الله. تصبح بينه وبين سيدنا النبي أشبه ما يقال اليوم بالصلة الخاصة، يصبح بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية، يصبح بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مزية. يوم دخل ابن أنيس وقد رجع من السرية، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه المخصرة، المخصرة أصغر من العصا، فخرج ابن أنيس مبسوط بعطية رسول الله. سيدنا النبي أعطاه، ولما يعطي سيدنا النبي يعني عطاء، هذا عطاؤنا، عطاء ما له نفاد، عطاء ما له حد، عطاء ما له حصر. وإذا لأنه قال: إنما أنا قاسم والله معطي، هذه نيابة وعطية. فلما خرج قال له الصحابة: يا ابن أنيس بإيش فرحان؟ فانتبه من فرحه ورجع إلى رسول الله، ليزداد الفرح فرح، ويزداد المنح منح، ويزداد الفتح فتح. قال له: يا رسول الله إيش هذه المخصرة؟ قال: علامة بيني وبينك في القيامة، وما أقل المتخصرين يومئذ يا ابن أنيس. علامة بيني وبينك يوم القيامة، وما أقل المتخصرين يومئذ يا ابن أنيس. جعلنا الله وإياكم ممن بينهم وبين رسول الله علامات. قال: علامات وبالنجم هم يهتدون. الله يصلي، اللهم صلي وسلم على نجمك الثاقب سيدنا محمد رفيع المراتب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهو القائل سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم ثاقب. في بعض أقوال المفسرين أن النجم الثاقب هو سيدنا ومولانا محمد، لأن كل هذه المظاهر الكونية تؤول وتمور بعد عند انتهاء هذا العالم، لكن نور سيدنا محمد وشعاع سيدنا محمد وطلعة سيدنا محمد وضياء سيدنا محمد وبهاء سيدنا محمد وسر سيدنا محمد يبقى في أهل سيدنا محمد وفي أحباب سيدنا محمد وفي أتباع سيدنا محمد. وفي هذا شواهد كثيرة أنه لا أمان للناس في المحشر إلا به صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم معه، وجعلنا وإياكم في أقرب الأماكن إليه. الله لا يخلف بيننا وبينه لا بخطوة ولا بخطرة. يجعل أنفاسنا من هواء سيدنا محمد، يجعل شرابنا من ريق سيدنا محمد، يجعل عطائنا من كف سيدنا محمد، يجعل مقامنا في حضرة سيدنا محمد، يجعل وفادتنا تحت دواء سيدنا محمد، يجعل موردنا تحت عنوان سيدنا محمد. يجعلنا وإياكم في هذه الحياة على سبيله وفي سلسبيله قائمين دائمين. يجعلنا وإياكم في همته وفي نيته، ويرزقنا والحاضرين كمال النيابة عنه صلى الله عليه وسلم في جميع مراتب النيابة، في جميع مراتب النيابة ظاهرا وباطنا حسا ومعنى وعلى كل الوجوه. الله يديمنا وإياكم على هذا الخير، ويكتب لنا ولكم بهذا الخير فرج عن أمة سيدنا محمد في المشارق والمغارب. الله يديم علينا وعليكم النعمة، يوسع لنا فيها، ويتم علينا وعليكم
ما أوفدنا إليه وما أكرمنا به. اللهم أنت أوردتنا إلى هذا المجمع وإلى هذا المجلس من غير سابقة استعداد ولا تهيؤ، فنسألك كما أحضرتنا أن تكتبنا في أهل الحضور، وكما جمعتنا أن تجعل الليلة جمعيتنا بسيدنا محمد، وكما سقتنا بسوابق الإرادة الأبدية وشؤون الإرادة الأزلية، اللهم فاجعل سوقنا إلى إمامنا وغياثنا صلى الله عليه وسلم على هذه النية ونية القبول لنا ولكم فيما نويناه في هذا المجلس وما طلبناه منه سبحانه وتعالى في شؤوننا الخاصة والعامة، والفرج عن أمة سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.